وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت خلال العام مواجهة وتخطي أزمات متعددة تحيط بالمنطقة عبر دبلوماسية مصرية متميزة. كيف تقرأ هذه الدبلوماسية وثوابتها؟ طبعا دبلوماسية القمة بتعد أحد ركائز حركة مصر الخارجية، سواء باتجاه الخارج من الزيارات التي يقوم بها السيد الرئيس ومشاركته في المحافل الدولية، أو في استقبالي للقادة وزعماء العالم بهدف تحقيق الأهداف القومية وخلق فرص للاستثمار وللاقتصاد الوطني، وكذلك تعزيز التفاهم بين مصر وشركائها الدوليين، وأيضا إيجاد الحلول في محاولة قادها السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. ولعل آخر هذه المشاهد كان في قمة غزة للسلام التي وضعت أسس التعامل مع الوضع الصعب الذي يشهده قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي يعيشها. فأرست هذه القمة دعائم البحث عن وقف لإطلاق النار وهدى الإنسانية وتقديم المساعدات بشكل مستدام، انتقالا لإعادة إعمار وانطلاقا إلى حل الدولة. بذكر الأوضاع الإقليمية، يعني مصر كانت ولا تزال تتبنى القضايا العربية والإقليمية لإيجاد حلول ناجحة وقاطعة للأزمات التي تواجه المناطق العربية والإقليمية برمتها. دورها إقليميا وعربيا كيف ترى؟ يعني الدبلوماسية المصرية ومصر تسعى دائما من أجل الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، بوصفها دولة مسؤولة تسعى من أجل سلام الجميع وأمن. ولعل ربما المبادرة أو خطة الطريق المصرية التي يتم التباحث بشأنها الآن بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية والفلسطينية والإسرائيلية والولايات المتحدة تسعى من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإنشاء حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط في القطاع ترتبط بالضفة الغربية، وصولا إلى قيام هذه الحكومة بالإشراف على إعادة الإعمار انطلاقا لمفهوم حل الدولتين. أي أن مصر من خلال هذه التواصلات تحاول أن تذلل التحديات الإقليمية، منها موقفنا الثابت في السودان وأيضا في ليبيا، ونسعى من أجل أمن واستقرار الجميع ومن أجل مصالح دول المنطقة تحقيقا لهدفنا الأسمى، وهو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة من أجل خير شعوب المنطقة ومساعدتها للتغلب على ما تتعرض له من تحديات. السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.